صباح الخير مشاهدينا، بنرحب بيكم حلقة جديدة، وهذا الصباح هنكون معاكم على مدار 3 ساعات وفقرات ثابتة وأيضا وقفات حوارية. صباح الخير محمد. صباح الخير. لا صباح الخير مشاهدينا الكرام، زي ما احنا متعودين دايما معاكم عندنا موضوعات جديدة ومتجددة في هذا الصباح، وهنركز على أهم الموضوعات المثارة حاليا في الشارع المصري. عندنا موضوع عن القيمة المضافة وضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب على فرض هذه الضريبة في 13% تقريبا. هتكون هذه الضريبة هيتم رفعها العام المقبل إن شاء الله الى 1%، لكن في جدل حوالين موضوع الضريبه المضافه، في ايه السلع اللي هي هتطبق عليها؟ كان في رفض من بعض النواب لهذا القانون، لكن يعني هناك اقرار في النهايه من مجلس النواب لموضوع القيمه المضافه. من سيتضرر؟ هل هناك ضرر سيقع على محدودي الدخل، على الطبقه المتوسطه، ام ان الضريبه ديت بتستهدف فئه معينه؟ كل ده الامور دي هنوضحها، هنحاول نوضحها معاكم مع احد ضيوفي الكرام المتخصصين في هذا الشان. أيضا السياحة، وطبعا تنشيط السياحة شيء مهم جدا، وربما كان العام الماضي شهد بعض التأثيرات السلبية على قطاع السياحة، يعني إثر موجة من ربما الإرهاب في العالم كله، ويمكن كان أعقاب سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ توقفت تحديدا السياحة الروسية، ودي كانت أكثر أنواع السياحة القادمة إلى مصر. ولكن إحنا هنا بنتكلم عن جهود مختلفة لإعادة السياحة الروسية وأيضا فتح أسواق سياحية جديدة إلى مصر، وتحديدا هنتكلم في وقفة حوارية النهاردة عن عودة أو استئناف الطيران الألماني رحلاته إلى مدينة شرم الشيخ تحديدا. كمان لا عندنا موضوع كمان عن التعليم. احنا عارفين ان احنا عندنا معوقات كتير وعندنا مشاكل كتير في العمليه التعليميه، ممكن شفنا في الاونه الاخيره اللي حصل في الثانويه العامه وغيرها من الامور، وبالتالي احنا محتاجين وقفه مع النفس بالفعل لتطوير العمليه التعليميه بشكل كامل. وبالتالي هناك مبادره من او مرحله اولى من مبادره للاستثمار في التعليم تطلقها وزاره التربيه والتعليم. ايه الهدف من المبادره ديت؟ ازاي احنا يعني نتعلم من اخطاء السابق ونقضي على هذه السلبيات التي واجهناها ونطور من العمليه التعليميه ونخرج من التفكير الصندوق الضيق إلى يعني نطاق أوسع وأرحب لتطوير العملية التعليمية والاستفادة من الخبرات بالطبع العالمية الموجودة في هذا المجال. أيضا سوف نتحدث أيضا مع أحد الضيوف الكرام في هذا الأمر، سوف نشرح هذه العملية بالتفصيل. على العموم خلونا نشوف أخبارنا النهاردة ونبدأ جولتنا الإخبارية معكم. يعني اتفضلي آلاء، معك أول خبر نتكلم فيه. معنا أول خبر هو خبر اقتصادي، وبيتكلم تحديدا عن قطاع شركات القطاع العام، وبنقرأ منه بعض هذه العناوين. خبراء الاقتصاد يطالبون بضرورة إعادة تطوير وهيكلة شركات القطاع العام حتى تصبح الدولة منتجا رئيسيا للسلع والخدمات. كمان في يعني اخرون بيطالبوا ببيع الاصول غير المستغله لتلك الشركات من اجل التطوير وعمليه التحديث، وبالتالي ايضا لابد يكون في اعاده هيكله. كان في شركات بالفعل قطاع عام يعني كانت تحقق انتاج واستثمار كبير، لكن للاسف الشديد يمكن احنا بنلاحظ دلوقتي اللي هي ليس لها تاثير وليس لها وجود ايضا في السوق. ازاي احنا هنطور العمليه ديت ونعيد هيكله شركات القطاع العام؟ خلونا نتعرف على تفاصيل اكثر في السياق التقرير التالي. لطالما تسعى مصر إلى دفع عملية النمو الاقتصادي بكل الوسائل، سواء من خلال الاستثمارات المحلية أو العربية أو الأجنبية، وهو ما دفع خبراء الاقتصاد إلى مطالبة الدولة بضرورة الاعتماد على القطاع العام باعتبارها المسؤولة الأولى عن إصلاحه ووضع التخطيط المنظم لبناء استثمارات صناعية عامة جديدة وتوفير التمويل اللازم لعمليات تحديثه. الآن هناك حصر دقيق جدا للشركات القابضة الثمانية والشركات التابعة ليها، سواء اللي هي في يعني في الأصول الغير مستغلة. الموازنة العامة لا تستطيع أن تتحمل أعباء مالية جديدة لتطوير هذه الشركات، ولكن هو ابتدع سيلف فاينانس، يعني تمويل ذاتي من داخل هذه الشركات، بمعنى أن الأصول في مقابل تطوير هذه الشركات. اقتصاديون يرون أهمية وجود إصلاح جوهري للقطاع العام بما يضمن ضخ أحجام كبيرة من رأس المال لتحديث الآلات وتوفير الخامات اللازمة لتلك الشركات حتى تصبح الدولة منتجا رئيسيا للسلع والخدمات. لازم تحديث قوانين العمل أولا، ثانيا تعديل قواعد الإدارة أنها تبقى للكفاءة والربحية ومواكبة المستوى العالمي للإنتاج. عامل القطاع العام المصري لازم يحس ان هو انترناشونال ستاف، يعني بينافس العامل الايطالي والفرنسي والامريكي والفيتنامي والصيني، لازم يحس بده، لازم تتحط نفس قواعد العمل فيها. انتاجيته هي اساس العائد بتاعه.
وفقا لأحدث الإحصائيات فإن إجمالي خسائر شركات القطاع العام البالغ عددها 68 شركة نحو 6 مليارات جنيه، وهو الأمر الذي يحتاج إلى الاستعانة بمتخصصين لدراسة مشاكلها والعمل على حلها على المدى القصير. أشرف مبارك، النيل. يعني قبل التقرير كنا بنتكلم عن العمليه التعليميه وفكره التطوير لهذه العمليه التعليميه، كنا بنتكلم عن المرحله الاولى من مشروع الاستثمار في التعليم، وبالفعل يعني وزير التربيه والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني اطلق المرحله الاولى من الاستثمار في التعليم، وهو عباره عن مرحله شراكه بين الوزاره والقطاع الخاص وبنظام حق الانتفاع لمده 40 سنه. وطبعا الاء يمكن في تفاصيل اكثر نشرح ايه هو النظام. المشروع هيتضمن بناء 200 مدرسه، والوزاره هتقوم بتوفير الارض للمستثمرين، وهم سوف يتولون بناء المدارس وإدارتها وصيانتها وتعيين المعلمين على أن تخضع المدارس لإشراف ورقابة الوزارة. طبعا يعني دور مهم للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير منظومة التعليم. في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لتحسين جودة التعليم والقضاء على ظاهرة التكدس بالفصول الدراسية، أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص لبناء وإدارة المدارس بحق الانتفاع. الكثافات الطلابية زادت في كل المحافظات على مستوى الجمهورية تقريبا، وزادت في أماكن بشكل غير مسبوق، وزادت بشكل لم يعد يمكن السكوت عليه. فعلى سبيل المثال مثلا في محافظة زي محافظة الجيزة في بعض مناطقها كثافة الطلاب في الفصول وصلت ل 130 و140 تلميذ داخل الفصل الواحد. المدارس اللي بتطبق فيها أكتر من فترة ما نقدرش نقول إنها بتقدم عملية تربوية متكاملة. درسنا ده كويس كمان، ولقينا علشان نتغلب على الفترة التانية فإحنا محتاجين نبني 52,000 فصل. يبقى بقينا بكام؟ 105. علشان نتغلب على الكثافة قلنا 53، وعلشان نتغلب على الفترات المتعددة عايزين 52. وزير التعليم أوضح أن خبراء الوزارة أعدوا دراسة مستفيضة عن جدوى المبادرة والتي تشجع الاستثمار من جهة وتنفذ استراتيجية تطوير التعليم من جهة أخرى. المدرسة هو اللي بيبنيها بكرر تاني، هو اللي بيعمل لها صيانة، هو اللي بيعين المدرسين، هو اللي بيديرها. هو أنا دوري كوزارة التربية والتعليم ريجيليتور، أنا بتابع المدرسة شأنها شأن أي مدرسة موجودة في مصر سواء كانت خاصة أو حكومية أو دولية، أطمئن على أن العمليات التعليمية فيها تدرس المناهج المصرية بشكل كويس، وأيضا أن المدرسين اللي موجودين هم ناس مؤهلين. الوزير أوضح أن المبادرة تساهم في تلبية الحاجة إلى 12,000 فصل جديد سنويا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة لن تتخلى عن دورها في توفير التعليم المجاني لمستحقيه. الحكومة ملتزمة بتعليم أبناء المجتمع وتوفير فرص تعليمية للجميع بشكل متكافئ ومتوازن. وبالتالي لما شرحنا الكلام ده للحكومة أو لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء وافق على أنه يضاعف بكرر الموازنات المخصصة لبناء المدارس. وفي هذا السياق أعلن الوزير عن طرح إنشاء 30,000 فصل جديد بتكلفة 10 مليارات جنيه، سيتم تسليم 20,000 فصل منها العام الجاري. محمد أبو حمد، النيل. ومن التعليم لملف الصحة وقضية مهمة، وهي قضية ختان الإناث، واللي طالما بيواجهها المجتمع بمختلف فئاته، ولكن مازال أيضا هناك بعض الإناث بيتعرضوا لهذه الظاهرة. ومؤخرا أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون ختان الإناث، بحيث تصل العقوبة وفقا للتعديل الجديد إلى السجن المشدد من 5 ل7 سنوات، بالإضافة أيضا إلى تحويلها من جنحة إلى جناية، وطبعا خطوة مهمة جدا لمواجهة هذه الظاهرة. يعني كمان ألاء مشروع القانون يمكن سيتم عرضه بعد موافقة مجلس الوزراء على مجلس النواب للتصويت عليه وإقراره في النهاية. وإحنا كمان المشكلة أن الجرائم أو نسبة الحالات اللي تعرضت إلى مضاعفات خطيرة والموت نتيجة هذا الأمر وصلت ل 91%، وده طبعا يعتبر مؤشر خطير، وبالتالي كان لابد من وجود وقفة بالفعل لمواجهة هذا الأمر ووجود قوانين رادعة بالفعل لوقف عملية ختان الإناث بطريقة قانونية ومواجهة من يرتكبون ذلك بالقانون وتجديد العقوبات وتغليظ العقوبات عليه. أكيد.
طب خلينا يعني نشوف فيلم تسجيلي كده عن المواطن المصري وتحديدا هنتكلم عن بائع الفول. خلينا نتابع معاك حاجه مناسبه لاجواء الصباح. اكيد اسمي محمد يونس من محافظة الواد الجديد مركز الدخلة. جيت هنا سنة 1960 أساعد والدي على العمل والحمد لله رب العالمين. بقيت يعني رب أسرة وبقيت باشر هذا العمل بمفردي حتى الأولاد كبروا إن شاء الله ربنا يخلي. أنا ربيت أولادي من البداية على الأخلاق والأمانة والإخلاص. يعني الحمد لله رب العالمين. خريج ابني خريج كلية التجارة 98 وعندي 92 دبلوم تجارة وعندي 2003 دبلوم تجارة برضو وبنت دبلوم تجارة وعندي ابني اللي هو ايه الأخير اللي هو في كلية الآداب إن شاء الله ربنا يوفقه ويعدي السنتين الباقيين. ده تربية أولاد على الأخلاق الكريمة والأدب والاحترام وعدم الاحتكاك بالناس إلا لمصلحة الأدب والاحترام. لا اختلاط مع الناس في السفاهة، لا اختلاط مع الناس في أي شيء. الكل يشيد بهم الحمد لله رب العالمين. وكان زملاء ابني في الكلية يجي يشيدوا لي بابني وكذا. فتربية ممتازة والحمد لله يعني فما فيهاش أي حاجة. أولاد البلد في العهد الماضي كانوا يهمهم الدين والأخلاق ولا يسألوا عن أي شيء آخر. يعني ما كانش بيسأل العريس عن أي شيء. أما الآن دلوقتي بيسألوا عن شقة ووظيفة حالة المادية قد إيه. فطبعا تختلف الأوضاع من الماضي إلى الحاضر. الحي الشعبي يمتاز بصلة التراحم وصلة اللمة يعني والقربة لأنه طبعا الناس يعني بسطاء فبيتصل بعضهم. أما الحي الراقي لو مزينيته بأن الناس طبعا لا صلة لها يعني صلة قليلة جدا. وطبعا كل واحد له في مكانه لأنه مكان عمله ومكان وظيفته يحس عليه أنه هو يعني مش هيتصل بدينا إحنا كحي شعبي. أحلم بحسن الخاتمة وأحلم ب يعني الحج والعمرة إن شاء الله. وهذا إيه لمن استطاع إليه سبيلا ونحن لن نستطيع في هذا الوقت لأن احنا قد عانى شوطا كبيرا مع الأولاد. فبسم الله ما شاء الله لم أحوجهم لأحدا ولم أخليهم يمدلهم لأحدا ولم أخليهم يتأخروا عن أي شيء. فمن البداية للنهاية وأنا معهم على طول لغاية ما توفت أمهم. أنا قاعد كده أقاوم الموقف بالرجولة على أني اللي هو الولد الصغير بارك الله فيه يخلص الدراسة إن شاء الله يا رب يكون آخر يوم في عمره النار ما يستلم الشهادة. واحد من الناس زي كل الناس ناس عايشة بتجري وشقيانة وهي عايشة وخلاص. كان واحد من الناس زي كل الناس مستورة مدام بابن علينا مقفول بالترباس.
أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا، وبنروح لحلايب وشلاتين، وطبعا منطقة غالية من أرض مصر، وبتحاول الدولة أنها تهتم بيها بكافة السبل، ومن هنا بتأتي أهمية هذه المبادرة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اللي بدأت من خلالها في حشد علماء مصر من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لإيجاد حلول تطبيقية ومبتكرة للمساهمة في حل المشكلات اللي بتعاني منها أقاليم مصر الحدودية، وده من خلال إعطاء إشارة البدء لتشغيل أول مجموعة من المشروعات التطبيقية والتكنولوجية تحديدا بمنطقة شلاتين. فالأكاديمية أوضحت أن هذه المجموعة من المشروعات تشمل عدة مشروعات ربما تتعلق بالمرافق، منها مشروع محطة متنقلة لتحلية المياه هتنتج 21 متر مكعب مياه محلاة من مياه البحر المالحة باستخدام الطاقة الشمسية، وأيضا محطة أخرى لضخ المياه من الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية ومعالجة مياه الآبار المالحة، وأيضا تستخدم في الاستزراع السمكي وإنتاج الخضروات من خلال نموذج لمزرعة متكاملة. كمان يعني يمكن الأكاديمية أوضحت كمان أنه سيتم تشغيل لأول مرة في مصر مشروع تصميم وتصنيع ثلاجة تعمل بالطاقة الشمسية لتحويل مياه البحر المالحة عفوا إلى ثلج تستخدم في حفظ الأسماك لخدمة الصيادين في منطقة حلايب وشلاتين. كمان البيان أكد أن كل هذه المشروعات أصبحت واقع فعلي على أرض الواقع وليس مجرد كلام فقط وليست مجرد أبحاث حبيسة الأدراج. كل ده بيعمل في وادي حضين ومقر مركز بحوث الصحراء وميناء الصيد بشلاتين. خلينا نروح معكم لمحافظة سوهاج، ووصلت فيها الدفعة الأولى لعدد 14 عربة ذكية في إطار خطة المحافظة لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة وتحت فرص عمل أمام هؤلاء الشباب، وده كل ده بيأتي ضمن الدعم المقدم من صندوق تحيا مصر. محافظ سوهاج دكتور أيمن عبد المنعم بيقول إنه العربة الذكية تعمل بالطاقة الشمسية مما يساعد في الحفاظ على البيئة ويمكنها التنقل من مكان لآخر بسهولة، وإنه العربة الذكية تم تجربها بنجاح في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وهي مخصصة لبيع المأكولات مثل الفول والفلافل والحمص والشاي. والمحافظ أيضا أشار إنه تم الإعلان عن التقدم للحصول على هذه العربة للشباب الراغب في إيجاد فرصة عمل. يعني يمكن فكرة العربات المتنقلة هي حل ذو شقين، هي موجودة كمان يمكن معنا احنا عرضنا الصورة دلوقتي الشاشة. هي دي العربية زي ما احنا شايفين كده في خلايا طاقة شمسية موجودة، صحيح. يعني أعلى هذه السيارات بطبع لي يعني تشغيلها ويعني استغلالها في تكون نظيفة للبيئة وكمان استغلالها في توليد الطاقة وكده، يعني فهذه مشروع كويس وتشجيع للشباب وموضوع صحيح. حضاري يعني في أكيد. النهاية بالطبع بيساعد الشباب على القضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل لو حتى لو كانت بسيطة، لكن هي يمكن بتفتح مجال لسوق العمل أحسن من البطالة والشباب يقعد في البيت طبعا اللي هو يشتغل. أكيد يعني فكرة مهمة جدا. خلينا نروح معكم الموضوع بقى اخر. طب اتفضل يعني زي ما كنا بنتكلم عن اهميه السياحه وتنشيط السياحه، يعني من هنا بنتكلم عن ايضا مشاركه مصر في المعارض والمهرجانات السياحيه المختلفه، وبنروح تحديدا لمدينه براغ في تشيك، حيث افتتح نائب القائم بالاعمال بسفاره مصر في براغ المستشار راني محي الدين الجناح المصري المشارك في مهرجان براغ السياحي 2016، وده احد اكبر المهرجانات السياحية الجماهيرية في تشيك. يعني الجميل كمان هلاقي اللي كان تقريبا في اقبال على الجناح المصري، يعني يمكن عدد الزائرين للجناح المصري بلغ 7000 زائر تقريبا، وتم استغلاله لابراز التنوع السياحي والمقاصد السياحيه الكبيره والكثيره اللي موجوده عندنا في مصر وجوده المنتج السياحي. كمان الجناح المصري يعني قام بتوزيع النشرات والمطبوعات الدعائيه بهدف رفع الوعي السياحي عن مصر لدى زائرين المهرجان، ومشاركه السفاره المصريه في براج في هذا المهرجان بتاتي ضمن الجهود المكثفه بالطبع لتأكيد الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري كمقصد آمن، أن مصر آمنة مستقرة، أن لدينا أجواء يعني ممتعة وجميلة جدا بالطبع، ونتمنى عودة السياحة إلى طبيعتها وعودة المعدلات الطبيعية إلى يعني طبيعتها مرة أخرى إلى يعني المنتجعات السياحية المصرية الكثيرة والمقرر إن شاء الله أيضا في المرحلة المقبلة. خلينا نروح معكم
معكم لأحوال الطقس زي ما احنا متعودين دايما في برنامجنا هذا الصباح، ونتعرف على أحوال الطقس برضو. احنا لسه ملاحظين ان الرطوبة عالية والجو برضو ممكن صحيح حر. لسه العملية لسه صعبة صراحة شوية يعني طبعا معنا الدكتور أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتحليل وتنبؤات بهيئة الأصل. صباح الخير دكتور أمال. أهلا صباح الخير أستاذ محمد والأستاذ آلاء والأستاذ المشاهدين. يعني ما زالت الموجة مستمرة دكتور أمال، يعني هل هناك في تحسن ولا احنا مستمرين برضو على نفس النهج خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله؟ لا إن شاء الله قراءة الطقس بتشير إلى تحسن مؤقت وحتى نهاية الأسبوع بانخفاض في درجات الحرارة حوالي درجة إلى درجتين على معظم الأنحاء، وبالتالي نقدر نوصف الطقس بأنه طقس معتدل على السواحل الشمالية، ماء الحرارة راتب على الوجه البحري والقاهرة وبيصل حتى شمال الصعيد الفيوم والمنيا وحتى أسيوط، وبيكون شديد الحرارة على جنوب البلاد في الأقصر وأسوان. طيب بالنسبة للرطوبة دكتور يعني بتقل برضو مع الحرارة ولا هنفضل؟ بالفعل هتنخفض نسب الرطوبة أقل من الأمس وأول أمس وذلك حتى نهاية الأسبوع بإذن الله. تمام. طيب لو في تفاصيل عن درجات الحرارة المتوقعة دكتور؟ بنقول ان درجات الحراره على السواحل الشماليه الغربيه سلوم مطروح وحتى اسكندريه بنتوقع لها 29 وصغر 24، السواحل الشماليه الشرقيه رفح والعريش 30 وصغر 24، الوجه البحري والقاهره 34 وصغر 25، سينا 36 وصغر 25، شمال الصعيد 36 وصغر 24، جنوب البلاد الاقصر واسوان 41 وصغر 25. اما بالنسبه لشرم فهي 37 وصغرى 30، الغردقه 37 وصغرى 29. بالنسبه لمناسبه قرب عيد الاضحى وسفر الساده الحجاج بنقول لهم ان مكه 43 وصغرى 32 والمدينه 44 وصغرى 32. طيب دكتوره يمكن يعني احنا داخلين ان شاء الله على شهر 9 باذن الله، واحنا كنا بنتكلم ان الشهر ده هيبقى مختلف ودرجات الحراره ان شاء الله هتبقى فيه مختلفه وتنكسر موجه الحر اللي احنا شفناها في شهر 7 وشهر 8، يعني ده متوقع كمان ولا يمكن احنا كمان في شهر 9 ان شاء الله ممكن يكون في يعني استمرار الموجه الحاره؟ لا باذن الله معدلات درجات الحراره في شهر سبتمبر بتكون اقل من يوليو واغسطس، وبالتالي هنشعر بتحسن في الاحوال الجويه، وبالتالي برضو بتنزل نسب الرطوبه عن ما كان في الشهرين السابقين، فبإذن الله هيكون الجو أفضل في سبتمبر، لكن ما نقدرش نقول إن مش هتحصل أي موجات، ممكن تصادف موجة يوم أو يومين بالكثير أو يعني في خلال هذا الفصل، وخصوصا إن في نهاية شهر سبتمبر بعد 3 أسابيع الأولانيين منه بيكون انتهى فصل الصيف ويبتدي معانا فصل الخريف إن شاء الله. احنا طبعا بنشكر حضرتك دكتورة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتحليل وتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. أكيد إحنا عندنا آثار كتير ويعني تراث حضاري كثير، لكن للأسف الشديد يمكن ما عندناش وعي كتير، سواء شباب سواء أطفال سواء بعض الفئات الأخرى ما عندناش ممكن وعي عندنا إيه آثار ولا عندنا إيه حضارة ولا عندنا إيه يعني نقدر يعني تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا، يمكن ما عندناش وعي كبير، وده للأسف دي يمكن مشكلة كبيرة جدا، ولابد من يعني وجود حملات توعية بالفعل على أرض الواقع في هذا الأمر، وتوعية الشباب بأهمية تراثنا وحضارتنا وتاريخنا وقيمنا وعاداتنا اللي احنا لازم احنا نحافظ عليها. وبالفعل يمكن اداره التنميه الثقافيه والتواصل المجتمع بالمتحف المصري يمكن يعني قامت بتنظيم برنامج تعليمي للاطفال تحت عنوان الوان اجدادنا، وده في اطار خطه وزاره الاثار لرفع الوعي الاثري لدى الاطفال. يمكن مدير عام التنمية الثقافية بوزارة الآثار دكتور رشا كمال وضحت أن الهدف من البرنامج هو تعريف الأطفال بالفن المصري القديم ومدى مهارة فنانيه، وبتوضح أن البرنامج هيبدأ أول فعالياته بجولة إرشادية داخل المتحف عن أدوات الكتابة والرسم والألوان ورمزية اللون والسكتشات والخامات المختلفة اللي رسم عليها واستخدمها قدماء المصريين. وأضافت دكتور رشا كمال أنه في نهاية الجولة يبدأ الجزء الثاني من البرنامج اللي خلاله هتوزع على الأطفال رسوم لبعض اللوحات الموجودة داخل قاعات عرض المتحف، وعلى الطفل أنه يبحث عنها داخل للمتحف لاستكمال ألوان الرسمة الخاصة، الأمر اللي بيجعل الطفل يتعايش مع الفن المصري القديم. يعني يمكن مبادرة مهمة ومناسبة فعلا لسن الأطفال لتعرفهم بالآثار والحضارة المصرية القديمة من سن مبكر.
الزعيم سعد زغلول، بالطبع احنا يعني كلنا عارفين الزعيم سعد زغلول شاهد يروي عن فترة من الفترات الحساسة في تاريخ مصر بالطبع، وفترة كانت عصيبة بالنسبة لوجود الاحتلال، كانت هناك ثورة كان يقودها هذا القائد العظيم، ستظل ذكرى محفورة في عقولنا وفي وجداننا بالطبع، وفي الذكرى 89 لوفاة سعد زغلول. احنا بنصحبكم في جولة في منزله بيت الأمة ونعيش جزء من هذا التاريخ، ويعني خاصة يمكن الكاتب الكبير العباس محمود العقاد قال عن بيت الأمة إنه قدوة للبيوت التي تتمناها جميع الأمم لأبناء. أكيد محمد، وبيت الأمة كمان كان منارة للثورة المصرية عام 1919 وملهم للمصريين، وحتى بعد نفي الزعيم سعد زغلول إلى جزيرة سيشل لم تشأ رفيقة دربه السيدة صفية هانم زغلول أن تلحق به بعدما علمت أن غيابها عن مصر مقصود منه القضاء على شعلة الحماس اللي كانت تزكيها بوقوفها في بيت الأمة وخطاباتها المتعددة للشعب، ومن هنا استمرت لتواصل مسيرتها لإشعال حماس الشعب ضد الاحتلال الإنجليزي. هنا في قلب القاهرة وتحديدا في شارع الفلكي يرقد جثمان زعيم الأمة سعد زغلول في ضريحه المشيد على الطراز الفرعوني ويطل على بيت الأمة منزل الزعيم الراحل. في قلب مصر يحيى الزعيم سعد زغلول، من رفع لواء الاستقلال في وجه الاستعمار، استطاع أن يجمع المصريين على قلب رجل واحد لينصبه الشعب زعيما للأمة، ليؤكد التاريخ أن العظماء باقون بأعمالهم. ويجسد بيت الأمة قيم ومعاني الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين، حينما خرج الثوار رافعين أعلام الهلال مع الصليب ضد المحتل البريطاني، ويضم مقتنيات الزعيم الراحل وزوجته. وتحول منزل سعد زغلول إلى متحف عام 1946 بعد وفاة رفيقة دربه صفية زغلول الملقبة بأم المصريين. وسمي بيت الأمة لأنه كان مسكن الزعيم سعد زغلول الذي شيده على الطراز الفرنسي، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويضم أثاثا فرنسيا وعربيا ومقتنيات فنية من بينها لوحات زيتية لكبار الفنانين التشكيليين وتحفا فنية فريدة يعكس بشكل واضح حياة سعد زغلول. الموبيليا مثلا اللي موجودة في القصر اللي هي كلها مستوردة من أوروبا ومن ألمانيا ومن فرنسا ما عدا غرفة الأربسك، فهي طبعا دي فن مصري خالص، فبحرص دايما أن الزائر للمتحف لازم يشوف غرفة الأربسك. تمام. في برضو الصالون الكبير اللي هو طبعا ده كان مقر قيادة العمليات في ثورة 19، فالزائر اللي جاي يشوف المتحف هو جاي علشان يعرف زعيم وقائد ثورة 19، فلازم يشوف المكان اللي كان بيجتمع فيه الوفديين والسياسيين مع سعد باشا، والمكان اللي اشتد فيه الحوار ما بين سعد باشا ومحمد زكي باشا من أعضاء الحزب الوطني القديم، وبناء عليه سمي المكان بيت الأمة ثم متحف بيت الأمة. ومن أبرز غرف وقاعات الطابق الأول الصالون الكبير الذي يعد بالإضافة للبهو الرئيسية مقر اجتماع مركز عمليات ثورة 19، ومن أبرز محتوياتها الأعمال الفنية الزيتية الأصلية لأن الزعيم الراحل كان مولعا بالفن. أما الصالون الصغير فيحتوي على صور لأصدقاء الزعيم الراحل، فضلا عن صورة لحرمه صفية زغلول ووالدتها أسائش هانم ووالدها مصطفى باشا فهمي الذي تولى منصب رئيس وزراء مصر ثلاث مرات. وهناك غرفة المائدة التي حرصت السيدة صفية زغلول على الاحتفاظ فيها بمقعده، وأمامه الطبق والفوطة والفنجان والملعقة والشوكة الخاصة بالزعيم الراحل، ولم تكن تسمح لأي شخص بالجلوس على كرسي الزعيم الراحل مهما ازدحمت الغرفة. وبالطابق الأعلى يوجد بارافان من الأرابيسك ومائدة الطعام تتوسط القاعة الكبرى، عليها أطقم فضيات والشمعدانات.
ويضم المتحف غرفة نوم الزعيم الراحل التي تضم مظهرا من مظاهر وفاء حرمه صفية زغلول. ولا يزال سرير الزعيم الراحل قائما إلى جانب سريرها مثلما كان في حياة صاحبه، بالإضافة إلى مجموعة من ملابسه التي ارتداها في المناسبات الهامة، وبينها الملابس التي كان يرتديها حينما وقع عليه الاعتداء في صيف عام 1924. وما يميز متحف بيت الأمة أنه يحتوي على معظم مقتنيات الزعيم الراحل، لكننا لاحظنا غياب بعض المقتنيات من نياشين ومجوهرات. لما حصل ثورة 25 يناير وزارة الثقافة خشيت على مقتنيات المجوهرات بتاعت سعد والنياشين، وتم نقلها في مكان آمن تبع وزارة الثقافة على أساس أن يتم استعادتها تاني بعد تطوير المكان، لأن المكان هيتم تطويره خلال الأيام القادمة إن شاء الله. وبرضو تم نقل كتاب وصف مصر، كان فيه نسخة هنا في موجودة في المكان، تم برضو نقلها في مكان تبع وزارة الثقافة. وفي الغرفة الخاصة بالزعيم الراحل الملحقة بغرفة النوم الرئيسية، صنعت أم المصريين تقويما ثابتا يحمل تاريخ وفاته، في إشارة إلى أن الزمن قد توقف عند هذه اللحظة. وكان لصفية زغلول دور سياسي هام بعد قيام ثورة 19، ونجحت خلال فترات نفي زوجها أن تبقي بيت الأمة مفتوحا لأعضاء الوفد. أنا عندي ضيفة الحقيقة حبيت أوريها مصر، ومش ممكن تيجي مصر وتمشي من غير ما تشوف بيت الأمة يعني. فقلت لها تعالي نشوف ضريح سعد زغلول وبيت الأمة، وحكيت لها حكاية بيت الأمة كده باختصار. ولما جت بقى شافت التفاصيل الحقيقة هي مبهورة بيها وسعيدة بيها قوي. أنا دخلت بيت الأمة قبل كده أنا وأولادي برضو لنفس السبب، عشان أوريهم تاريخهم. أكيد أنت هنا بتحس أن أنت رجعت بتجيب ناس من زمان وتعيش في وسطهم وتتخيل كانوا قاعدين ازاي وعايشين ازاي وبيعملوا ايه. والله انا جاي خصوصي على مصر مشان اتفرج على مصر والاهرامات تبعتها والاثار تبعتها وسعد زغلول. يعني انا رفيقتي جيت عندها زياره فجابتني خصوصي مشان اتفرج، قال لي اني بحب التاريخ انا. فسعد زغلول طبيعي له يعني معروف، فواحد بحب يروح يشوف المكان اللي عاش فيه الاجتماعات تبعته. تمنيت أكون بزمنه، كنت على زمنه عن جد. صرت أدخل على كل غرفة يعني أتخيل كيف إنه كان قاعدين، كيف عم يحكوا، كيف كيف الوضع كان في مصر زمان، كيف الحرب، كيف يعني عرفت، صرت أتذكر تاريخه. ويعتبر الزعيم الراحل سعد زغلول أكبر وأقوى زعيم مصري التف حوله الشعب بأكمله، وظهر ذلك جليا في حملة التوقيعات من أصحاب الشأن، وذلك بقصد إثبات صفاتهم التمثيلية ليمثل مصر هو ورفاقه في مؤتمر الصلح في باريس لعرض قضية استقلال مصر. ونفي سعد زغلول مرتين، الأولى إلى جزيرة مالطا فانفجرت ثورة 19، والثانية إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندي. وولد الزعيم سعد زغلول في يوليو عام 1857، وتوفي في 23 من أغسطس عام 1927. وفي عام 1931 نقلت رفاته إلى ضريح سعد ليدفن فيه بالقرب من بيت الأمة الذي يقع في حي المنيرة بالقاهرة. من متحف بيت الأمة، محمود العزالي، النيل. طبعا مع بدء سفر الحجاج وتوافدهم من مختلف بقاع الدنيا إلى مكة المكرمة لقضاء مناسك الحج قريبا، بتهتم المملكة العربية السعودية برعاية الحجاج من خلال وزارة الحج والعمرة السعودية. ويمكن لأول مرة في موسم حج هذا العام بيتم تطبيق الأسورة الإلكترونية على الحجاج، واللي بيبلغ عددهم 1.5 مليون حاج، وده بهدف سرعة التعرف على الحجاج وقراءة بياناتهم إلكترونيا، وأيضا تمكين وزارة الحج والعمرة من التعرف على بيانات الحاج ومقر سكنه وكافة المعلومات اللازمة التي تمكن من مساعدته.
يعني طبعا ده كل ده ضمن الجهود اللي بتقوم بها المملكه العربيه السعوديه لخدمه ضيوف الرحمن والحجيج بالطبع وتلافي بعض المشاكل اللي يمكن احنا كنا بنقابلها في الحج، واصبح الامر الزام بالفعل زي ما اكدت وزاره الحج والعمره عبر موقعها الالكتروني بانه تم الزام مكاتب شؤون الحج في مختلف دول العالم التي يفد منها الحجاج بتوفير بيانات الحجيج قبيل وصولهم بالطبع لمنافذ الدخول في المملكه الصوره الالكترونيه تبقى عباره عن يعني معلومات عن الرقم الحدودي ورقم التأشيرة ورقم جواز السفر وكافة البيانات اللي يمكن استخدامها لاستدعاء كافة بيانات الحاج الموجودة في قواعد بيانات الوزارة بواسطة جميع أنواع الهواتف الذكية من خلال تطبيق متاح لجميع العاملين في مجال خدمات ضيوف الرحمن من موظفي وزارة الحج والعمرة. أكيد يعني خطوة مهمة بتجاري التكنولوجيا الحديثة تصل أيضا إلى التأمين ومساعدة الحجاج. يعني احنا ممكن بالطبع عارفين بعض المشاكل الكبيره اللي بتعاني منها او يعاني منها العراق في هذه الاونه، والحرب ضد تنظيم داعش وبعض المعارك وبعض الفتن الموجوده داخل العراق القائمه على اسس طائفيه في الحقيقه، لكن كان هناك بعض المعوقات اللي بتعترض الحجيج والذهاب الى المملكه العربيه السعوديه لاداء فريضه الحج، لكن يمكن العام ده يمكن مختلف شويه، وفي مجموعه من العراقيين النازحين داخليا في اربيل كان من المفترض ان يغادروا الى المملكه العربيه السعوديه قبل عامين، لكن يعني حصروا بسبب القتال ولن يستطيعوا الذهاب، لكن العام ده يمكن مختلف الاء وبداوا اخيرا فرصه يروحوا يعني. صحيح، اخيرا هذا العام بداوا بالفعل في ركوب حافلات خارج مسجد الصواف وتوديع ذويهم متوجهين إلى مكة، وبيقول المنظمون لعملية الحج أن عملية إرسال الحجاج إلى مكة محفوفة بالصعوبات، حيث يتناثر النازحون في شمال العراق في مخيمات مختلفة ومنازل مستأجرة أو مع أقاربهم. يعني أكيد العراق طوال السنوات الماضية ومنذ الغزو الأمريكي بيعاني من صعوبات كثيرة وصراعات داخلية أيضا، يعني نتمنى بالطبع أن تتحسن الأوضاع للعراقيين قريبا. خلينا لا بقى نروح لموضوع ثاني، يمكن الموضوع ده يعني اثار جدل كبير جدا في يعني صحيح. اوروبا بالفعل هو موضوع البوركيني، يمكن ده شفنا الشرطه الفرنسيه ازاي هي اجبرت سيده كانت ترتدي البوركيني على نزع، وده طبعا خلق حاله من يعني الاحتجاجات الكبيره، وكان هناك محكمه فرنسيه قررت الغاء او يعني قرار بعض الولايات او البلدات اللي هي الفرنسيه الموجوده هناك بحظر البوركيني، وقالت ان ده من حقه وده يخالف الحريات الشخصيه والحريات العامه، لكن يمكن في كان رفض من قبل هذه البلديات لتنفيذ القرار، لكن هي في حاله بالفعل هي جدل موجوده ليس في فرنسا فحسب لكن في بعض الدول والكثير من الدول الاوروبيه، يعني يمكن ويمكن الحقوقيين تحديدا بيدافعوا عن حق يعني الحق لكل شخص في ارتداء ما يريد، فهنا بيحذر حقوقيون من ان الجدل حول هذا الزي البوركيني بيعزز الخطاب العنصري وبيستخدم لتحقيق مكاسب سياسيه. آخر فصول الجدل المتكرر حول مكانة الإسلام والمسلمين في فرنسا البوركيني أو لباس البحر الإسلامي الذي يثير الجدل في فرنسا ويكشف خلافات عميقة ليس فقط داخل السلطة التنفيذية واليسار الحاكم في فرنسا بل بين الإسلام والغرب. وبالرغم من قرار القضاء الفرنسي تعليق قرار حظر البوركيني إلا أن ذلك لم ينهي الجدل بشأنه ولا بشأن مكانة الإسلام، خاصة أن نحو 5 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا وهي الجالية المسلمة الأكبر في أوروبا الغربية. من وجهة نظري ارتداء البوركيني يعد سلوكا رجعيا، هذا الأمر غير مفضل بالنسبة لحرية النساء التي تنبغي أن تكون حرة ومستقلة هنا، لذلك أنا أعتقد أن الجدل الدائر حول البوركيني لن يؤدي إلى الطريق الصحيح. وشهد الجدل احتداما ليس في فرنسا فقط بل دول إسلامية عدة، إذ انتقدت تصرفات الشرطة الفرنسية بعدما أكبروا امرأة ترتدي البوركيني على نزعه ما أثار سيلا من الاحتجاجات، واعتبره البعض اعتداء على الإسلام وانتهاكا خطيرا للحريات.
أنا هنا اليوم لأنني أعتقد أن إرغام امرأة على نزع البوركيني من قبل الشرطة الفرنسية هو أمر شائن. هذا الأمر ليس فقط ضد حقوق المرأة لاختيار ما ترتديه، أعتقد أنه هجوم على المسلمين. ويجسد الجدل الدائر بشأن حظر البوركيني الصعوبات التي تواجهها فرنسا العلمانية في التعامل مع متشددين من داخل البلاد ومن خارجها بعد هجمات شنها متشددون في نيس وكنيسة في نورماندي في يوليو الماضي، وبعد أن أصبحت قضايا الأمن والمهاجرين الآن محورية في حملة انتخابات الرئاسة والمقررة في عام 2017 في وقت حذر فيه البعض من أن الجدل حول البوركيني يعزز الخطاب العنصري ويستخدم لتحقيق مكاسب سياسية. يعني خلينا نروح معكم دلوقتي لأخبار المرور وأخبار الشارع المصري مع ساعات الصباح الأولى والساعات اللي هي طبعا بتبقى ساعات ذروة، ونتعرف على أحوال المرور مع الرائد ياسر محيي أدين مشرف بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. صباح الخير سيادة الرائد، يعني طمنا على الحالة المرورية في هذا الصباح. صباح الخير يا فندم على حضراتكم وجميع الساده المشاهدين. الحمد لله هدوء الحال على كافه الطرق وكافه المحاور، السيوله التامه على كافه الطرق وكافه المحاور حتى الان. تبدا الذروه الصباحيه من الساعه 8 والدقيقه 10 حتى الساعه 9 والدقيقه 30. طبعا الحمد لله بيتم تكثيف الخدمات المروريه على كافه الطرق وكافه المحاور للعمل على تسيير الحركه المروريه، خاصه اماكن الازدحام المعتاده القادمه من طريق الزراعه الى القاهره، خاصه من منطقه اليوب حتى الطريق الدائري. تم العمل على تكثيف الخدمات للعمل على صاحب الطريق وتسيير الحركه المروريه. ايضا يا فندم الطريق الدائري الحمد لله يعمل بكفاءه تامه. نفق السلام انتظام الخدمات من صباح الباكر للعمل على تسيير الحركه المروريه، وايضا القادم من منطقه الوجه الابلي الى القاهره خاصه مطلع الصعيد واثر النبي بيتم تعزيز الخدمات والسيوله المروريه في هذه الاماكن للعمل على توصيل السادة المواطنين إلى أماكن عملهم والجهات المختصة لقضاء حوائجهم إن شاء الله. طب سيادة الرائد، يعني في أي تحويلات موجودة مثلا يعملونها لقائدي السيارات حتى يتجنبوا بعض الطرق، أو في تحويلات عشان يبقوا عارفين كمان في بعض الطرق الموجودة؟ الحمد لله، الحمد لله ما فيش اي تحويلات على كافه الطرق وكافه المحاور. بيبقى ذلك خاصه بيبقى يوم الخميس والجمعه وصباح السبت، الايام اللي بيبقى يوجد بها العطلات. اذا كان في بعض اصلاحات على الطرق او الطرق عامه بيتم الاصلاح في هذه الاونه خاصه ليلا، وبالتالي لانتهاء الاعمال الساعه 6 صباح يوم السبت مع بدء الاسبوع العمل الاسبوع. الحمد لله من عدم وجود اي تحويلات مروريه، والحمد لله في الصباح الباكر الحمد لله لم نخطر باي حوادث، السيوله التامه في كافه الطرق وكافه المحاور الحمد لله يا فندم. احنا بنشكر حضرتك سياده الرائد ياسر محيي الدين مشرف غرفه عمليات الاداره العامه للمرور، وبالطبع نتمنى السلامه لكل قائدي السيارات. لسه بنكمل معاكم جوله اخبارنا المتنوعه، وبنروح لمحافظه المنيا بصعيد مصر وتحديدا فن البليب يتم ايضا ممارسته في هذه المحافظه، فتجتذب مدرسه بلي الكثير من الفتيات الصغيرات لتقربهن من حلمهن في ان يصبحن راقصات بلي. يعني هلا يمكن دي تجربه فريده في الصعيد، يمكن اول مره طبعا بنشوف يعني هذا الامر في الصعيد تحديدا. طبعا احنا عارفين له عادات وتقاليد مختلفه تماما او يعني اكس مختلفه تماما عن بعض المناطق تحديدا، وبالتالي يمكن ده شيء مستغرب الى حد ما. لكن على اي حال يعني يمكن اعمار الطلبات في المدرسه بيتراوح بين 4 سنوات ل 21 سنه، ممكن هم كمان بيدفعوا اجر رمزي عشان المركز يستمر. خلينا على العموم نشوف تفاصيل اكتر ونتعرف ازاي المدرسه ديت يعني بتقدم هذه الخدمه. بصعيد مصر وتحديدا في محافظة المنيا يلقى أحد المراكز لتعليم الفنون الإقبال، خاصة بعد افتتاح مدرسة لتعليم فن الباليه. المدرسة الجديدة اجتذبت الكثير من الفتيات الصغيرات لتقربهن من حلمهن في أن يصبحن راقصات باليه. بدأنا ناخد استطلاع رأي كده مع أولياء الأمور اللي بيترددوا على المكان، فلقينا ان هو في تشجيع قوي جدا ان احنا نبدا. في تعليقات اللي هو ده انا كان حلمي وانا صغيره ان انا اعمل كده، فلو في فرصه لبنتي انا مش هتاخر. احنا سافرنا القاهره وفعلا بدانا تدريبات، بس للاسف ما قدرناش نكمل لبعد المسافه.
المركز يقدم دروسا في التمثيل والرسم والموسيقى، وبدعم من آباء وأمهات الأطفال بدأ في تعليم فن الباليه. يهدف المركز إلى إنهاء حاجة الفتيات الموهوبات للسفر إلى القاهرة لتحقيق أحلامهن، إلا أن ملابس البالي واجهت استغراب ومعارضة البعض، لكن الإصرار على تعلم هذا الفن دفع بالطالبات إلى الاستمرار. كان نفسي اتمرن باليه من زمان قوي، بس ما كانش فيه في المنيا خالص، بس بابايا ومامتي كانوا فيه قوي ان احنا كنا كبار، بس قعدنا نقنعهم بقى ان في اصحابنا دخلوا وكده واتبسطوا فوافقوا ندخل الباليه. وتتراوح اعمار الطالبات في مدرسه الباليه بين 4 اعوام و21 عاما، ويدفع الاعضاء اجرا رمزيا من اجل استمرار المركز في ممارسه نشاطاته الفنيه. نروح لجولة من الأخبار الخاصة بالصحة ونصائح صحية، وتحديدا تقرير نشره الموقع الهندي بولد سكاي بيتكلم عن بعض الأطعمة الغنية بالبروتينات واللي بيحتاجها الجسم، وبتساعد أيضا في الحفاظ على وزن صحي. وتشمل هذه الأطعمة على سبيل المثال طبعا البيض، حيث يمكن الحصول على 6 جرامات من البروتين فقط من بيضة واحدة، فهو غني بالبروتين والأحماض الأمينية الحيوية. طبعا محمد ما زالت يعني نصائح مستمرة، يعني يمكن الحمد لله يمكن هي أطعمة في المتناول كل اللي احنا بنتعامل معاها وبناكلها بالفعل. عندنا كمان الفاصوليا بتساعد على الحصول من 15 ل 25 جرام من البروتين. عندنا كمان العدس، كوب من العدس بيوفر للجسم 18 جرام من البروتين. عندنا كمان الدجاج، وهو أفضل مصادر البروتينات الخالية من الدهون. خلينا نروح كمان، يعني لو كنا بنتكلم عن اللي هي البروتينات، خلينا نتكلم عن الحديد كمان. يعني في اطعمه غنيه بالحديد، ممكن نفس الموقع الهندي كمان اللي هو بولد سكاي كشف في تقرير له عن الاطعمه الغنيه بالحديد بالفعل للوقايه من الامراض الناجمه عن نقص الحديد، ويمكن هي كمان اطعمه الحمد لله متناول ايدينا كمان وبسيطه. منها كمان الدجاج زي ما احنا كنا بنتكلم من الاطعمه الغنيه بالحديد، بعض الاسماك اللي هي موجوده مثل السردين والماكريل، وكمان عندنا فيتامين سي كمان مهم جدا على تحسين امتصاص الحديد بالجسم. في كمان الخضروات الورقية الخضراء والفاكهة المجففة زي المكسرات والمشمش، ودي أيضا من الأطعمة الغنية بالحديد. خلينا بقى نتعرف على تفاصيل اكثر بقى حوالين الاطعمه الغنيه بالحديد والبروتين. صحيح. طبعا مع الدكتور محمد الحوفي استاذ التغذيه بجامعه عين شمس. طبعا خير دكتور محمد. صباح الخير، اهلا بيكم. يعني احنا كنا بنتكلم عن الاطعمه الغنيه بالبروتين يا فندم، منها البيض والفاصوليا والعدس والدجاج وكده، يعني انت يعني ازاي احنا نتعامل مع هذا الامر، واحنا ازاي نستفيد الاستفاده الكامله بالفعل من هذه المواد الغذائيه بالفعل؟ هي طبعا في مجموعتين غنيتين، يعني مصدر جيد للبروتين سواء كان بروتين نباتي او بروتين حيواني. البروتين النباتي طبعا بيكون غير مكتمل قوي، بنسميه بروتين غير كامل. بروتين حيواني بيبقى كامل. عندنا طبعا منتجات الالبان كلها، سواء لبن، زبادي، جبن، دي كلها مصدر جيد جدا للبروتين الحيواني. زي ما قلتوا البيض واللحوم والدجاج والاسماك، دي كلها مصادر حيوانيه غنيه بالبروتينات. عندنا كمان البروتينات النباتيه اللي هي موجوده في البقوليات، زي موجوده في العدس، وزي موجوده في اللوبيا، وزي موجوده في الفاصوليا، موجوده في البتيلا، موجوده في الترمس، موجودة في الفول. بس طبعا هنا لازم انوع فيها شوية، علشان كل نوع منها ناقص في حامض اميني معين. يبقى لو خدت توليفة منها هغطي طبعا الايه الناقص الموجود، وده يمكن ده نقطة مهمة قوي، عشان الاخوة المسيحيين احيانا في فترة الصيام بيمتنعوا عن الحاجات الحيوانية، يبقى يخلوا بالهم ان هم ينوعوا في البروتينات النباتية عشان يكملوا النقص في بعض انواعها. بالنسبه طبعا للحديد، الحديد ده مهم قوي قوي، لان هو يعني مهم جدا جدا لفقر الدم، ومهم جدا للانيميا، لان احنا عندنا طبعا الانيميا منتشره حتى بين الاطفال كمان. فهنا عندنا الحديد المصادر الغنيه ليه زي ما قلت، الخضروات الورقيه كلها، خصوصا الخضروات الورقيه الداكنه زي الملوخيه وزي السبانخ، دي غنيه جدا بالحديد. احنا عندنا طبعا كمان عندنا برضو نسينا برضو نقول ان احنا عندنا بقى اللحوم، عندنا اللحوم بقى دي مليانه حديد، خصوصا كمان الكبده فيها حديد، اللحمه الحمراء فيها حديد، اللحوم البيضاء فيها حديد، الاسماك زي الماكريل وزي السلمون والحاجات دي
فيها نسبه عاليه من الحديد، وهنا طبعا العسل الاسود كمان في نسبه كويسه قوي من الحديد. مصادر كتير في اغذيه كتير، المهم ان احنا نحاول زي انتم ما قلتوا ناخد دايما لما ناكل اكلات فيها حديد نشرب مثلا ناكل برتقان، ناخد عصير ليمون، حاجات فيتامين سي علشان تزود الامتصاص وتزود نسبه الاستفاده، ونقلل من شرب الشاي شويه، من اخره شويه. كنت لسه هسال حضرتك يا دكتور عن مشروبات معينه يعني بتمنع الجسم من امتصاص او الاستفاده من الحديد. هو فعلا الشاي والقهوه الكافيين نفسه في حد ذاته طبعا ده بيقلل من امتصاص الحديد، يبقى احنا ما نشربوش بعد الاكل مباشره، بنأجله يعني ساعتين بعد الاكل، ناكله بين الوجبات، نشربه بين الوجبات علشان يعني نتلافى اللي هو العيب الخطير اللي هو تقليل لامتصاص الحديد. طيب دكتور، يعني بيتجه البعض كتير للدايت او يعني انظمه غذائيه للتخسيس، ويمكن ده بيكون مرتبط لحد كبير بالانيميا، ازاي يحققوا المعادله دي بين يعني تنزيل الوزن وايضا عدم التعرض للانيميا؟ هو في ناس طبعا بتبالغ في عمليه تنزيل الوزن وعايزين ينزلوا الوزن بسرعه، هنا طبعا بتبقى بيحرموا نفسهم طبعا من اكلات كتير جدا، وهنا طبعا بيبقى في خطوره طبعا على الجسم، لان هنا هيتحرم من عناصر كتير مهمه. يبقى برامج الحقيقه تنزيل الوزن تكون لازم تكون عندها وقت، الواحد لازم ياخد وقته على فترات اطول بحيث ان هو ما يحرمش نفسه، وفي نفس الوقت يحاول يفكر في الاغذيه اللي هي مصدر جيد للبروتين، مصدر جيد للحديد، وفي نفس الوقت ما بتزودش السعرات. يعني الخضروات الورقيه بوجه عام، السلطات يعني كلها فيها مصدر جيد للحديد، وفي نفس الوقت ما فيهاش اي سعرات، ما فيهاش ابدا اي سعرات حراريه. المهم ان احنا طبعا الدهون هي اللي بتدي سعرات عاليه، وفي نفس الوقت طبعا دي اللي احنا بنقللها في انظمه الرجيم علشان طبعا تقليل الوزن. ولازم نفكر برضو ان احنا لما نعمل انظمه رجيم ما ندخلش الولاد فيها كمان، لو طبعا يعني هي من الولاد طبعا مش محتاجين، هي الاعتدال كويس في كل حاجه. دكتور محمد الحوفي طبعا انا بشكر حضرتك يعني استاذ التغذيه بجامعه عين شمس. مشاهدينا لسه متواصلين معاكم في هذا الصباح، ولكن بعد موجز الانباء تابعونا.